نحن على المباشر نحيل الكلمة سي كريم العمري اللي باش يقدم. تفضل سي كريم. شكرا على السلامة ومرحبا بكم الناس الكل. مرحبا بكافة متتبعي الصفحة الرسمية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله الناس الكل تكون بخير وربي يبعد علينا هالوباء. احنا مرة أخرى وكل عادة نحاول ديما نقرب ليكم، حاول ديما نعرف بخدمات الوكالة، نشاط الوكالة على المستوى الجهوي والمحلي والوطني. كل عادة كما تعرف الوكالة الوطنية للتشغيل موجودة في 111 مكتب تشغيل وفضاء مبادرة، موجودين كيف كيف في اللي باج فيسبوك انستغرام يوتيوب لينكدين. اليوم عندنا موعد جديد مع فقرة جديدة مع تيم جديد. معنا اليوم السيد حسين عجالة. سي حسين باش يعرفنا بروحه باش يحكي لنا على التيم اللي باش نحكيه عليه اليوم، وحظ موفق. هذا سي حسين. شكرا وبارك الله فيك سي كريم، ومرحبا بكل من يتابع فينا على الفيسبوك نتاع الوكاله ولا نتاع التشغيل ولا نتاع التشغيل الكوليكا. حسين عجال متفقد اول التشغيل لمكتب مكتب التشغيل على مستقل في جادس، متفقد اول بوحده الاعلام والتوجيه المهني، متحصل على الاستاذيه في العلوم الاقتصاديه، عندي 23 سنه خدمه في الوكاله. اليوم اخترنا الموضوع هو كومون ريوسيت سا استراتيجي دو ريشيرش دون بلوا، معناها كيفاش انك انت باش تنجح عمليه البحث نتاعك عن شغل. وهنا يلزمنا نفرقوا بين حاجه، احنا المفهوم هذا يلزم نخرجوا به، انك انت راك ماكش طالب شغل، انك انت باحث عن شغل، لازم ترسخ المفهوم هذا عندك. دونك انت ماكش ماشي تطلب في خدمه، بل ماشي راك تبحث عن خدمه. ولهذا مش انت باش تلقى خدمه في الوقت هذا في كونجونكتور ايكونوميك معناها صعيبه شوي، ما هي مش العمليه سهله، ماهوش بعد المطالب الشغل الاول المحاولات اللي تبعثها وتعملها، هي شو اسمها لهناك بين لا كاليتي نتاع الكونديداتور نتاعك اللي تعملها. دونك هنا يلزمك انت تكون عامل بيلون بيرسونيل لشخصيتك، دونك يلزمك انت تحدد الاهداف نتاعك لي زوبجيكتيف. قبل ما نتعدوا هذه نشوف احنا شنو هي الاستراتيجيه دو ريشيرش دون بلوا، معناها سو سو كيل سون لي باز اللي تمحور عليها. سي حسين لو تسمح قبل ما نتعداو في الموضوع، كان تعطينا حسب رايك لامبورتونس دافوار ان هكا ان استراتيجي بور تروفي ان امبلوا. لامبورتونس هو مينيميزي لو طون دونتري دون المارشي دو بروفي، هذا هو اهم اوبجيكتيف. معناها انت تعود باش تلقى مثلا عام وانت تلوج على خدمه، كيف تعمل استراتيجيه دو ريشيرش دون بلوا افيكاس، راك على الاقل باش تربح الوقت، نقولوا باش تبقى عام تولي تبقى 6 اشهر برك. دونك انت هنا ربحت الوقت وربحت كل شيء. دونك هو لوبجيكتيف اسونسيال سي دو مينيميزي لو طون دونتري دون المارشي دو بلوا، هذا هو لوبجيكتيف نتاع الاستراتيجي. وكيما قلت لك نشوفوا انا كيل سون لي زاكس او معناها اللي تتمحور عليه من الاستراتيجي دون بلوا. هم الاكس الاول هو عندنا لي زاتو مكتسبات نتاعك. شنو هما لي زاتو؟ هما لي سافوار، لو سافوار فير، لو سافوار اتر. لي سافوار هما نعرفو شنو هما جينيرالمون، هما هاك لي كونيسونس اللي تعلمناهم من مات، من عربيه، من فيزيك، من تربيه اسلاميه، من كذا من كذا كذا، هذوك نعتبروهم سون دي سافوار معارف. عندنا لي سافوار فير سي دوني ليكسبيريونس. او ميم طون عندنا لو سافوار اتر سي كومون سافوار فيفر. نعرفوا ان شو اسمه الانترسيكسيون نتاع هذوما هذوما وزاتو هذوما هما يعطونا لي كومبيتونس، ولي كومبيتونس نتاعنا هذوك هما اللي حددوا لنا شنو ما احنا نجموا نعملوا. على خاطر تو مثلا احنا تو واضحين الفوليه الثانيه اللي باش نحكوا عليها هو لو ترافاي انديبوندون، لو بروجي بروفيسيونيل. نوتر بروجي بروفيسيونيل سي تادير لومبلوا سالاري. خاطر عندنا دو تيب دومبلوا في جميع انحاء العالم، معناها ما نجموش نتجاوزوا اكثر. عندنا لومبلوا سالاري ولومبلوا انديبوندون.
لا تو حاب يدخلوا معناها مفهوم اخر، معناها التكليف الثالث نتاع لومبلوا اللي هو شو اسمه لومبلوا الكترونجي. لومبلوا الكترونجي راك ماشي باش تخدم باش تاخذ سالير. دون تو لي كا راهو عندنا دو تيب دو تيب دومبلوا، هما لومبلوا سالاري ولومبلوا انديبوندون. احنا ما دامنا قلنا استراتيجي دو ريشيرش دومبلوا معناها رانا نحكوا على لومبلوا سالاري، راك انت يا باش تخدم باش تاخذ شهري كل سوا في الاتاتي ولا في البريفي اون فان دو كونت عندك سالير. البوليه الاخرى اللي هي مهمه ياسر وكل شيء او تي با سيرشي لومبلوا، هنا يقودنا للاكسيتات اللي هي لو مارشي دومبلوا. هنا كي نقولوا المارشي دومبلوا سيتاتير معناها كما اي مارشي اخر. دونك انت داخل المارشي يلزمك تعرف كيف تدخل المارشي دومبلوا، ماهوش ساهل معناها باش تدخل يلزم تكون عندك تخطيط، عندك رؤيه واضحه، عندك اهداف معينه، يلزمك تشوف انت روحك كشخص شنو تنجم تعمل في المارشي، شنو الخدمه اللي انت باش تحب تخدمها، شنو هي الامكانيات نتاعك، فانا سيكتور داكتيفيتي اللي باش تخدم فيه، شنو هي المؤسسه الفضلى ليك والا المؤسسه اللي تحب انك تخدم فيها وتمشي لها وتعمل فيها كارير وكذا. هنا دونك هنا يلزمك تبيان سي ديريجي، ماهوش اتوريا ترادير معناها اي مؤسسه قدامك ولا كذا باش تدخلها ولا باش تمشي تعمل فيها شو اسمه ديبوزي فيها سي في ولا حاجه. دونك هنا لازم تكون واضح في المسار نتاعك. توا حتى اكزومبل مثلا انت باش تشري شو اسمه حاجه من السوق كيما نقولوا لمارشي دو بيان، معناها راك باش تعمل تخطيط، باش تخرج باش تعمل ميزانيه، شنو باش تشري؟ منين باش تشري؟ ديما ماذا بيك تحاول انك باش تلقى الحاجه اللي تناسبك في الكاليتي في البري في الكذا. دونك معناها سي حسين باش نتفاعل معاك قبل ما نشوفوا لي كيستيون تاع متتبعي الصفحه، معناها تحب انت تعطينا اني ليتاب الاولى هي الكونيسونس دو سوا. الكونيسونس دو سوا معناها راه مهم ياسر، وسيرتو في الكونيسونس دو سوا لا موتيفاسيون، الموتيفاسيون نتاعك اسكو انت بالحق اسكو موتيفي تقوم بالشيء هذا ولا مش ولا نو. هنا كيف راهو اذا كان عندك حاجه اخرى لازم نركز عليها في السؤال، اسكو انت قابل لا موبيليتي جيوغرافيك ولا موبيليتي جيوغرافيك، راهي مهمه برشا. على خاطر ليش؟ ماهوش مثلا في ريجيون من ريجيون تشي ايكونوميك معناها يكون نجم منعدم، انت قريت انت كذا تحاول على خدمه من حق كذا مدخول بجميع القوانين والدستور وكذا والحق وحقوق الانسان، معناها يلزمك تخدم. لكن انت ما لقيتش الخدمه اللي تتناسب معاك، واليوم انا ما عادش نحكوا على بروفيسيون، اليوم نحكوا على ميتي. ميتي هذه راهي معناها عاده ديزابيلاسيون وتطالب دي سافوار دي سافوار تاع دي سافوار اخر، معناها راهي ماشي كيف. ولكن كيما قلنا الانسان معناها اذا كان هو في بلاصه مثلا لا موبيليتي جيوغرافيك معناها ماهوش مقتنع فيها، دونك هذايا معناها لازم يحاول انه باش يخدم على السوق نتاعه، لازم يعمل ريكونفيرسيون، لازم يشوف برشا حوايج اللي باش تساعده باش يخرج من الوضعيه اللي هو فيها. دونك هنا في الحاله هذه يعمل ريكونفيرسيون معناها انه بدا يخمم في كيفاش انا باش مينيميزي لو طون دو دونتري دون المارشي دومبلوا. يعطيك الصحة سي حسين، وأنا نتفاعل معك كبقية المشاهدين. عندي كيستيون، حسب رأيك معناها كيل سون لي زاستيوس براتيك بور ميتر اون بلاس هكا ان استراتيجي دو ريشيرش دومبلوا؟ هذا لي زاستيوس كيما قلنا لازم يكون المويان اللي باش يخدم بهم هو يكونوا واقعيين. أول حاجة ما هو ما يسمحش باش يبوسيلي دي زونتربريز، يشوف يركز عليهم برشا شنو اللي ينجم باش يتعامل معاه. يقول اونتربريز معناها كيش ان ايتابليسمون كيش سوا بريفي ولا ايتاتيك، دونك هذاك هو معناها باش يحبوا كيف كيف لازم يخدم هو على السوا نتاعه، عند لازم يعرف كيفاش يتعامل في السوق الشغل، لان السوق الشغل سي كريم ونعرف احنا الميكانيزم فونكسيونمون تاعك راه ماهوش كيما اي حاجه اخرى. اذا كان
انت في دوموندور دامبلوا يمشي في السونس دو با اورو دو با اورو في لونتربريز راهي تمشي دو هو اون با اون سونس انفيرس. هنا ما كاين النجم نصور ان تريونغ بالنسبه لدوموندور دامبلوا الباز نتاعهم اللوكا وتالا لي سومي فو. بالنسبه للمونتربريز راهو الباز من فوق خاطر يمشي في التراك كيف كيف المونتربريز راهي جينيرالمون يمشوا في المارشي كاشي اكثر من المارشي ليغال. كيفاش المارشي كاشي هذا بالنسبه للمونتربريز راهو الوقت مهم ياسر عندها مهم جدا وسيرتو تويكا جينيرالمون يتعاملوا بالش اسمه ليزونتربريز يتعاملوا لي الانا بناء بروجي لي الانا يجي هو كان هذاك الشيء باش يخدم الماكينه نتاعك يعطيه من الاول المقاول ويخدم. نعطيك مثال بسيط ياسر مؤسسه مثلا هو يحب على شوفر مش انت تدب شوفر يجي للعساس نتاع المقاول اللي يخدم له في يحضر له في المعمل نتاعه دبوش الوريبه يقولوا بربي انا راني حاجتي بعساس بشوفر كذا يعطيه جميع المواصفات اللي حاجته بها في شيء وماذا بيا في اقرب وقت. العساس هذاك بدا ينكود التليفون قريبه كذا 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 تنجم العمليه هذه ما تدومش اكثر من ساعتين من زمان. لو انا مثلا تبع شو اسمه الشيما ريال باغ اكزومبل كو سوا لانونس في الماسبيكيا في الجرايد مثلا جاء عندك الاوفر نتاعه مثلا في واحد من مكاتب التشغيل دونك هنا باش تقول العمليه على الاقل باش يحبله شهر من زمان وهو باش يقوم عمليه الانتقاء وسيتيرا دونك مكلف له هنا. دونك عندنا ما نقولوش راهو في المارشي اللي قال ما نسولهاش ولا ما نتصلوش بمكان التسجيل ولا ما نتبعوش وسائل الاعلام ولا المواقع الويب وسيتيرا دونك لا رانا نتبعوها ونمشيو فيها وكذا ونخدموا عليها ولكن راهو حتى المارشي اللي شو اسمه المارشي التشي راهو ينتبهوا اذا كان نسبه العروض اللي في المارشي اللي قال راهي 30% كان شو اسمه في المارشي كاشي 70% دونك عمليه سهله ياسر لو يزيدنا نتبعوا اللي يزيد هنا تقول لي انت نرجع لسؤالك شنو هو يزيدني نعمل هنا تقول لي هاك لو ريزو سوسيال نتاعك بوت معناها العلاقات نتاعك الاجتماعيه كيفاش انك انت باش توظفها باش توصلك المعلومه وتوصل المعلومه للاشخاص اللي كونك راك انت قاعد تقاوم على خدمه فهمت تكبر فيها العلاقات كان نتفاعل شويه مع بعض ومن تو سي كريم زاد راه تويك التكنولوجيا متطوره ما عندناش حتى مؤسسه مثال ما عندهاش بلاتفورم انفورماتيك عندها سيت ويب عندها كذا عند دي فورم على دي ديسكسيون المؤسسات راهي قاعده بالطبيعه باش نجيو لدور المؤسسات جيست نتفاعلوا شويه مع بعض الاسئله. فما السؤال سور كيل باز بوتون فير ان شوا انتر دونك انتري دون لو موند دو لونتربرونيا او دون لو مارشي دومبلوا اللي باس شنو انت عندك ديزاتو عندك مكتسبات جيت كاين انسان يمشي في الطريق جا كهرباء يمشي يسوق فيها ويمشي في الطريق جا في كارفور معناها في منعرج عمل ضربه روتروفيزور شاف روحه اسكو هو لي كومبيتونس نتاعك كوسوس العلميه وكذا تسمح له باش يمشي للعمل المستقل يعني صار معناها بروبر بروجي والا يجي يشوف روحه كون راهو انا راني بعيد كل البعد على المسار هذايا راني من نجم نكون كان سالاري وراني ينفي في المجال هذايا راني ينفي وراني في المجال الاخر ما ينفعش اسمها الباتريناريا راني ما ننجحش هو دونك يلزم يعمل موازنه نتاعو هنا دونك شو اسمه ليفو الفورس والفيبليس والاوبورتونيتي والمناس نتاع ستان بيلوت يعملوا بيرسونال يعملوا ويشوفوا دونك هنا الخدمه على الصوا نتاعو موافق. عندنا سؤال اخر سي حسين كومون رونفورسي لومبلوابيليتي دي شيرشور دومبلوا باش سؤال كومون رونفورسي لومبلوابيليتي دي شيرشور دومبلوا رونفورسي لومبلوابيليتي معناتها لهنا هنا فما لي بروغرام اللي عملت لانيتي
يسمحوا لنا ان احنا باش نغارد لي بوست دو ديزيجور دي سي بيرسون كو سوسوا بالفورماسيون كومبليمونتير اللي نعملوا فيها لي بيرو معناها ولي بروغرام دونكوراجمون دومبلوا دي جون كو سوسوا دومبلوا سالاري ولا حتى في دومبلوا انديبوندون عندنا دي بروغرام اللي قاعدين معناها نخدموا بيهم قاعدين هم يساعدوا في الناس هذوما باش يقدروا لي بوست دومبلوا نتاعهم. يعطيك الصحة سي حسين، جوست اللي قاعدين يتفاعلوا معانا بسؤالات على لوتربرونيا ولا على السي بي بي ولا على دور مكاتب التشغيل، تنجموا تتصلوا بمكاتب التشغيل الخاصة بكم سواء عن طريق صفحة الفيسبوك لكل مكتب تشغيل ولا حتى على الصفحة الرسمية ونجاوبكم في أي وقت. سي حسين، شنو هو دور اللي تلعبوا المؤسسات باش نجموا ننجحوا وبيا باش نجموا نحكيوا على اين استراتيجي دو ريشيرش دومبلوا؟ دور المؤسسات دور كبير ياسر، لان هي المؤسسه انت كطالب شغل طالب معناها شرشر دومبلوا، شنو طالبه منك المؤسسه؟ المؤسسه راهي ديما طالبه الاضافه، انت شنو تنجم تضيف لها المؤسسه؟ دونك يلزمك راك تقنع صاحب المؤسسه باش تخدم معاه. دونك هنا راهو كيما شو اسمه سي كريم، كيما في المارشي دي بيان المؤسسات الاقتصاديه شنو تعمل هي؟ باش انت كمستهلك كونسوماتور تقبل على البرودوي نتاعها، ثم بوبليسيتي، ثم معناها لونتربريز ايكونوميك راهي تشتري من الكونسوماتور وقت ما هي تعمل سبوت بوبليسيتير في التلفزه ولا في اي وسيله اعلام، اي وسيله لاي وسيله. Donc, elle stimule, elle crée le besoin du consommateur de produit. Donc, tu dois créer le besoin ou créer une poste d'emploi chez l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu as fait? Que ce soit la candidature spontanée, معناها باش تمشي انت للمؤسسه معناها وريشيرش بورتافور، وكما قلنا من الاول راك ماكش فاتور يا ترافير باش تدق على باب نتاع المؤسسه، هنا ثم كيف لازمك تحدد المؤسسه نتاعك، وميم طو راهو لازمك تعمل دي رونديفو وتلوج وتعرف شنو هي المؤسسات، شنو البرمي ريسبونسابل نتاعها، شنو تخدم سيكتور داكتيفيتي نتاعها، شنو البرودوي نتاعها، شنو هي افاقها في التشغيل، شنو هي مثلا الغدوه. ما نجمش انا باغ اكزومبل نمشي للمؤسسه اللي تخدم فيها وهي على المستوى في النشاط نتاعها تعرف ولا قريب تسكر ولا احتمال حتى تسكر، قاعده حاله شو اسمها حافه كانت عساس برا هنا ونجي انا نحط فيها دروسي نحب فيها. دونك والا مثلا انا نحب نمشي نخدم في المؤسسه ومش سيزون تاعها، في وقت من الاوقات يجي واحد باش يحاول يسرش في معصره في الصيف، مش معقول مالك. دونك راهي المعصره مثلا السيزون تاعها تخدم في الخريف في الشتاء، والا مثلا نجي انا شو اسمه ما نعرفش ناخذ دبلوم في اختصاص معين في منطقه معينه باش نفرض انا باش تخدم بالدبلوم هذاك الاختصاص هذاك. علاش باغ اكزومبل انا قلت لا موبيليتي جيوغرافيك هي تساعد زاده على اني باش ندخل سوق الشغل في اقرب وقت ممكن، ما نضيعش على روحي الفرص، دونك يلزمني باش نلقى حل. واضح سي حسين، معناها هنا تحب تحكينا على الدور نتاع لورونتاسيون اي فورماسيون، كيفاش نجمو نوريونتو دونك دوموندور دومبلوا سواء في ريشيرش دومبلوا ولا في لونتربرونيا. هنا بطبيعة الحال خاطرش اسمها الدور مكاتب التشغيل هو معناها لورونتاسيون، دونك حنا كيف يجينا طالب الشغل نهار بحث على الشغل انا بالاول راني قلت نخرجوا من الكونسيبت ولا النوسيون تاع دوموندور دومبلوا الكونسيبت تاع شيرشور دومبلوا، يعني كي تجي نشتغل في الخدمه ماكش ما تطلب في الخدمه، الخدمه راهي ماهيش في الوزاره تعطى هكاك مش كيما هي بروديا. دونك نوجه نحاول نوجهوا نحاول عندنا اللي شو اسمه لي بروجرام لي مويان دو لي رونت دو لي باش نوجهوا. كيف ينجم مثلا هو ما يعرفش كيفاش يحوم على الفن، يجينا نحن كما كتشغيل، شو اسمه نعملوا معاه معناها استراتيجي كيف
مش لازم هو يبوستولي اي اوفر دون بلوا والا يتوجه لاي مؤسسه بطبيعه الحال راهو كيفاش باش سونسيبيليزاسيون دي زونتربريز ماهيش هكاك. ثم عند لي زونتربريز عندهم معناها منظمات لازم يرجع كيف كيف يحضر في لي جورني دو سونسيبيليزاسيون دون بلوا كما قلت لك بكري معناها لي بلاتفورم تاع المؤسسات يدخل عليها وناش ديبوزيت يدخل معاهم في سبيسيون دونك هنا هو راه لازم كما قلت لك بكري يستيمي ريكروتور او لو جيستيونير دو لونتربريز دو كريي شي لوي ان بوست دون بلوا بور شي يوبيتير. واضح معناها توا انا سي حسين انا دوموندور دومبلوا جديد شنو باش تنصحني ولا شنو لي زيتاب اللي نعملهم باش نمشي لمكتب التشغيل ونتحصل على المعلومات هذه الكل اللي كنت تحكي فيها الكل. اول حاجه تجيب بطاقه التعريف نتاعك وشهادتك الاصليه والنسخة نتاع الرسم تتسجل في مكتب التشغيل تتصل بواحد تاع التشغيل تسجل فيه ومن ثمنيك تلقى معك الكونسيي ويوجهك اسكو في الحال على ديلو ريك دي تيست معناها ما شاء الله في لغتك التويكه ما عادش نحكوا على بروفيسيون رانا نحكوا على ميتي فيها دي زابيلاسيون فيها دي سافوار فيها دي سافوار اتر اكسترا ينجم انت من الكيستيونير اللي يعملها معاك الكونسيي دومبلوا يراه يخرج منك ما اكثر من 200 راه الناس تنجم تكون مثلا تكون انت باغ اكزومبل عندك دي دوفيس كون كوتش مثلا في حاجه وانت مثلا متريزار ولا عندك ليسونس في حاجه اخرى مع مونتور وعندك بيرمي راهو مثلا كنتوش في جمعيه من كذا راك ينجم من هذوما شو اسمه الكونسيي ينجم يرونتي ينجم يوجهك شنو تنجم تعمل راهي اول بوست باغ اكزومبل تجي نتاع شوفير ما عادش معناها راهي لي بوست اللي هذوما ولا ما عادش محصورين اعطيني بيرمي وكهو راهو اعطيني كارنيه وكهو ما تكفيش لان صح مؤسسه خسرت التو في التطور التو نعرف شو اسمه لان هذه لاشون اون ليني لاشون اون ليني يوميا معناها الناس قاعده تشري قاعده تتعامل معناها بالانترنت وكذا وش اسمه والناس الترونسبورتير يوصلوا للديار اذا كان انت كشوفار راك ما تعرفش باغ اكزومبل تستعمل الجي بي اس ولا تقرا الكارت ولا كذا مش ما تنجمش تلقى روحك دونك هنا كما قلنا الكونسي دونك لوا يحكي معك وكذا هو معناها تحدد معاه بطبيعه الحال راه باش تعمل معاه في نومك وراه مش باش يفرض عليك يقول لك لا انت راه لازم ما تكون كيف الاختصاص هذاك راه ما تنجم تخدم كذا انت حسب شو اسمه السوا نتاعك حسب البيلون بيرسونيل نتاعك حسب كذا باش تحدد انت الروتين نتاعك مش هو ما نجمش تحدد لك بلاصتك ما يحددش بلاصتك كيما انت كيما قلنا بكري باش تشري تمشي تشري اي برودوي من السوق هذاك سي معناها انت لا ساتيسفاكسيون نتاع البرودوي هذاك انت اللي باش تستفاد به مش غيرك كيف كيف راه حتى ال 200 انت سي لا ساتيسفاكسيون دو فو مان سي انت اللي باش تلاقي الحاجه نتاعك. يعطيك الصحة سي حسين نتفاعل شوية على بعض الأسئلة جوست باش نلخص لك هنا فما سؤال شنو رايك كي باش ندخلوا لي سيرفيس دو لانيتي دون لو ميليو يونيفرسيتير اسكو هذا يعاوننا وما نقول ما يعاوننيش يعاوننا برشا واحنا ديجا ماهوش غريب علينا سي كريم كل عام كل مكتب تشغيل واللي عنده بحداش اسمه مؤسسات جامعيه ينظم في ايام اعلاميه للمؤسسات الجامعيه وقاعدين نتنقلوا لهم هذيك ولا عين المكان وقاعدين نعرفوا برامجنا ومعناها وحتى شيء ما يصعب علينا والمؤسسات الجامعيه بالعكس احنا كل عام المؤسسات في ساعات تطلبنا اذا كان خصصوا لها مثلا نهار ولا حاجه تزيد تطلب برامج تقول راهو الطلبه نتاعنا في الاقسام النهائيه راه مازالوا حاجتهم كيف كذا ونمشوا لهم معنا حتى خلق في المجال هذا وهنا ما يسموه باللغه الاخرى معناها تفتح جامع المحيط سواء المحيط الاقتصادي ولا المحيط المؤسسات اللي حولها من المؤسسات قاعده المؤسسات الجامعيه قاعده هي تقدم خدمات للطالب الشغل نتاعها والطالب معناها الطلبه نتاعها اللي يمولوا باش يمولوا باش يمولوا
وليت نسوق الشغل وفمال دي معناها مشينا وعملنا دي جورنيه في المؤسسه دي خصوصا في المؤسسه الدارية ولا حتى في مركز الكلماني وسي كريم راهو قاعدين عندنا شو اسمه حتى مشكل مع المؤسسه دي عندنا مع المدارس الاعداديه نتاع المدارس المهني ومن دون زاد راهو عندنا شو اسمه في المؤسسات السجنيه وعندنا نشاطات زاد مع معناها مراكز التفاعل الاجتماعي الوليدات الجامعين وكذا معناها رانا قاعدين نخدم معاهم قاعدين نخدم معاهم في المجرات الخمسيه وقاعدين يستفادوا من خدمات الوكاله وراهو الخدمات نتاعنا هي مجاني ما نجموش سي حسين ان دوموندور دومبلوا هو اون كور يلوج على امبلوا شنو من الخدمات اللي نجم يتمتع بهم وهو دي اون كور يلوج على الامبلوا بالطبيعه في مكتب تشغيل ولا في فضاء المبادر مكتب التشغيل ينجم يجي يحضر الحصص هذه البحث التقنيات البحث على الشغل لان راه كنا يحضر حصص تقنيات البحث على الشغل اول حاجه باش يعرف شنو هو السي في وشنو هو لاتر دو موتيفاسيون كيفاش هو يعمل لونتروتيان دو بوست راهو تو السي في تقول لي باغ اكزومبل ها فما دي زابليكاسيون على الانترنت ونجم ندخل انا سول فام ونحط لي دوني نتاعي ويخرج لي سي في مزيان ومرمري لكن اذا كان انا لوبجيكتيف نتاع السي في ما نعرفوش شنو الدور نتاع السي في شنو الدور نتاع لاتر دو موتيفاسيون راهي لابون كود دوفير هي عندي انا ايجال لازم دو موتيفاسيون بلس في السي في ماهوش حاجه وراه كي تبعت كود شو اسمه سي في ولا لازم دو موتيفاسيون كو سو سوا دون فاسيون معناها سويت ان انونس والا هكاك معناها لازمك تكون معناها ماكش تفرض على روحك باش تطلب خدمه من صاحب مؤسسه تلاقي راه في شغل اسمه ان رونديفو تطلب منا الموعد ماكش تطلب منا خدمه رد بالك اذا كان شو اسمه من نهارك الاول انت باش تطلب خدمه يكون شنو هذا شنو الاضافه انت ساعه قبل كل شيء لبس السيدات لازمك انت كي بلغه اخرى لازمك تحط روحك في عين صاحب المؤسسه لازمك تجربه باش النجم هو نهار اخر يعيط لك وتعمل معاه اونتروفيا وتسكر وربي يسهل لك معاك دونك هنا حسب ما فهمنا من كلامك سي حسين انه معناها لي زيتاب انه اول حاجه الكونيسونس اون سوا سافوار فير سافوار اتر اي سوا ابري دونك السيبل نتاعنا او بيان il va cibler donc les entreprises هنا في الديريكسيون هو ماشي لي زونتربريز باش تنصح الدوموندور دومبلوا هنا قبل ما يمشي للمونتربريز ماذا بيه يدخل شو اسمه يعرف شنو المؤسسه كلها الاسم العنوان نتاعها البريمي ريسبونسابل شكون المسؤول عن الريكروتمون شنو هي تنتج شنو هما اكزومبل معاملاتها شنو هي الفار نتاعها دو مارشي راهو مهم ياسر انك تاخذ معناها باللغه الاخرى الشقيق او الرقيق لازم تعرفها على المؤسسه وقبل ما تمشي راهو لازم تاخذ رونديفو لازمك تكون عندك ريبيرتوار زاد تابلو دو بار معناها تحط فيها شو اسمه لي كونتاكت نتاعك كذا معلومات الكل واللي يهموك ويهم المؤسسه لازمك تحط لازم تكون تسلح ومن دون زاد عندك السي في نتاعك وليتر دو موتيفاسيون ريداكسيون سي في وريداكسيون ليتر سي في وليتر دو موتيفاسيون سبونتاني سبونتاني علاش سبونتاني بقول تكون ستيمولي والا باش تخلق انت بتيوا اكسيتي لو ريكروتور باش يبدا باش تلقى عندها تخلق عندها بوست دومبلوا اللي كنت معناها كونديتور سبونتاني باش علاش انت باغ اكزومبل ينجم يجيك سؤال يقول لك اخويا شنو اللي عاجبك انت المؤسسه تاعنا جاي تحب تخدم معاك شنو اللي خلاك باش تجينا تحب تخدم معاك لازمك تفسر له علاش اخترت المؤسسه هذه بالذات علاش فضلت المؤسسه هذه على المؤسسه الاخرى علاش؟ ولا اذا كان باغ اكزومبل كنت تخدم برك شنو اللي ضاف؟ ديما كيما قلت لك راهو المؤسسه وصاحب المؤسسه يحب شنو هي الاضافه اللي باش تضيفها له. ينجم يكون هو راهو ما عندهاش بوست دبلوا في الوقت الحاضر وكي تمشي له انت وعندك دي كومبيتونس تنجم تقنع بهم ينجم هو ما عندوش راهو والله راه فيك شو اسمه شخص اللي تنجم تعمل له اضافه في شيء تنجم تقول له تفضل هاي شو اسمه يجي يخدم معانا وكذا وكذا معناها
انا سي حسين دوموندور دومبلوا في طريقه ماشي للمؤسسه، دونك بار اوبليغاسيون فما تحضير ولا ريداكسيون تاع السي في تاع لاتر دو موتيفاسيون. السي حاضر هذا من الكل، دونك باش يكون فاس فاس مع لونتربريز وقتها باش نوليو نحكيو على تكنيك دو كومونيكاسيون اي سوفت سكيلز. في هذا من الكل في السي في ولاتر دو موتيفاسيون، في التكنيك دو كومونيكاسيون، في السوفت سكيلز لانيتي. دونك وين دورها في هذا من الكل؟ اسكو توفر الدورات التكوينيه هذه ولا؟ هذه توفر الدوره التكوينيه كيش في التكنيك دو ريسيرش دومبلوا، يعمل السي في نتاعو، يشوف السي في نتاعو شنو تقدر الموتيفاسيون، كل يشوف لونتروتيان دو لونتروتيان دومبلوش، يشوف كيف كيف لي سوفت سكيلز معناها ما عندنا دي سيكولوج يعمل فيها، قاعدين نعمل فيها، وصلنا حتى جبنا دي ناس متعاونين من برا. ناس متعاونين من برا معنا كذا التشغيل، وعملنا دي سوفت سكيلز مع الـ مع لي دومودور دو بروا واستسحناهم، خاصه البريود راهي نتاع الكوفيد هي اللي خلت معناها النشاط يكون ادريسونس، ما نجمناش نتعاملوا في برشا في العمل نتاعنا، قاعدين معناها في الامور ماشيه على احسن ما يرام. ساعات راهو في نظموا حصه نتاع اعلام جماعي ولا حصه نتاع كيف نحكي مع شغل، والله العظيم نعرف احنا شو اسمه السيوت دي تي ار النمبر ما ينجمش يتجاوز 15 نبغوا 72 واحد يحبوا يعمل الافيليت حسن دي نعرفوا في حال اون جروب ناخذوا 15 ونعرفوا 35 معناها نقبل من تعدوا على نحكيوا على لي فورماسيون اللي توفرها لانيتي، اللي برشا دي دوموندور دومبلوا ما يعرفوش ان لانيتي توفر دي فورماسيون غراتويت سواء بريزونسيال ولا حتى اون ليني. جيت هنا من بعد اللي حكينا على الدوموندور دومبلوا وقت التعامل مع لونتربريز، سيتادير معناها الكوليك دي زانفورماسيون اللي سور معناها لونتربريز اي تري امبورطون بور لو تروفي ان امبلوا. شو رايك؟ اهم حاجه اذا كانت ما 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 نعطيك مثال، اذا كانت ما عرفتش حتى المؤسسه العنوان نتاعها باش تقصر، راه سي ديزا، وخاصة من هنا خاصة إذا كان في أبعاد النت شو اسمه الكونديداتور نتاعك بالإيميل قويك نتاع المؤسسة كذا، ولكن أعطيتك رونديفو في وقت معين ومشيت أنت فار إكزامبل في الوقت هذاك في النهار هذاك وما لقيتش الوقت، ما كفاكش الوقت ولا خلطت واحد، راه يعني مش باهي لازم. دونك حتى إذا كان أنت سيرتو عندك أونتروتيان في مؤسسة اليوم راه من الان الساعه على الاقل وانت مش في مش في الريجيون تاعك مثلا في تونس ولا في ساس ولا في مصر امشي، معناها لازم تكون قبل بنهار وتتصل معناها وتمشي تعرف المؤسسه، مش تمشي وتقول مراني انا غدوه جاي معك باش نعمل لوتر فيها، لا من برا لازم تمشي تعرف المؤسسه وين باش غدوه تمشي في الوقت نتاعك تكون عارف معناها وين المؤسسه ما تبيعك العمر نتاعك. باي سي حسين، انا دوموندور دومبلوا مشيت لمكتب تشغيل على اساس لوج على امبلوا، بار كونتر سمعتني مكتب تشغيل ولا لانتي اون جينيرال توفر في دورات تكوينيه دونك سوفت سكيلز اكسيترا انه غراتويت. انا في مكتب التشغيل دونك وجهني ولا انصحني شنو نعمل باش نتمتع بالدورات التكوينيه المجانيه هذه؟ هذا لازم تسجل، تقول انا سجلت معنا نسيت اليوم على زملاء المستشارين اللي لاهين بالاعلام وتوجيه، هم قاعدين يسجلوا في التليفون ديتا وسجلوا ويبعثوا لك اس ام اس نهار اللي باش يلقوا الجروب اللي باش يعملوا له الدوره هذه، باش يبعثوا لك اس ام اس في الوقت والمكان وكذا يجي في وقتك معناها. به سي حسين كان اللخص شويه وتعطينا بعض النصائح في الريسيرش دومبلوا وبيان في استراتيجي. في الاستراتيجي ديال الريسيرش دومبلوا ايفيتي لا كومبليتمون هيك الجي معناها يبعث دي سونتين دي كونديتور كيك او اطول يقرا ده لان ما بيش يتخلل الكونديتور تاعك، والا على الاقل تاخذها بالاطار فريق بالمرحله مره كل مره تاخذ الجروب من سوسيتي بيس بار اكزومبل ولا حاجه تبعث لهم الكونديتور بتاعك وتستنى تستنى هما في دون معناها ديلي دي سيمان دي سيمان وتعمل تذكر المؤسسه تذكر مين سير شراك ترجع المؤسسه هذيك تقول بربي انا راني جبت لك النهار الثاني الكونديتور شنو صار فيها ما يقلقهاش المؤسسه
لان مشكل انت راهو بعثت ولا كذا، كيف كيف معناها ما يسمكش اكل البحث العشوائي وكذا تبعد عني. الحاجه الاخرى ليش؟ لان كما قلنا معناها المقال معناها نتاع الكونديداتور هذوما كذا معروف. الحاجه الاخرى اللي ننصح بها لازم يكون عندك فكره واضحه على النشيد الدكتور. لا لازم تضغط البروفيل، معناها لازم البروفيل بتاعك تكون معناها خدمت عليه طلعت الكوب الليبوس والكيرنس والاوبورتونيتي والناس اللي موف الكونتاكت ديزومبلوير. ما لديك مثلا حتى اي كونتاكت في اي فرصه لديك امكانيه في جورني معناها دي سونسيبيزاسيون دو لامبلوا دانفستيسمون اتسيتيرا، لقيت اصحاب مؤسسات نسائيه صار في تدخل معاها في ديسكسيون وكذا ما فيها حتى مشكله. وال تلقى دي زوفر دو لامبلوا زاد على لي زانونس معناها في الجرايد ولا في التلفزه ولا في اي وسيله اعلام، ماذا بيك تجاوب عليها ما حتى مشكله وتحضر بالباهي الانترفيو بتاعك. يعطيك الصحة سي حسين، مشكور. نعاود نفكر مرة أخرى أنه لانيتي توفر أكومبانيمون بور لي شيرشور دومبلوا. الأكومبانيمون هذا يكون سو فورم دي فورماسيون تكنيك دو ريشيرش دومبلوا اي سوفت سكيلز. تتصلوا بأقرب مكتب تشغيل ولا فضاء مباتة، تتمتعوا بكافة الخدمات في دورات التكوينية اللي ديما نقولها دورات تكوينية مجانية. السي في انك تكون مسجل في مكتب التشغيل. ما تنساوش كيف كيف ديما تتابعونا على الصفحه الرسميه للوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل، كيف كيف على لي 111 بيرو اللي هما موجودين لي باج فيسبوك نتاعهم. عندنا تبارك الله ان جروند بلاتفورم انيتي تكون، ننصحكم باش تدخلوا للبلاتفورم فورماسيون غراتويت سيرتيفيونت اوسي. موجودين على الانستغرام على اليوتيوب على لينكدين وتويتر. مرحبا بكم في اي وقت في فضاءات المبادره ومكاتب التشغيل. سي حسين كان عندك ما تضيف؟ تفضل. عندي اخوان باش نقراهم على الفرنسيه، على ما نجمش نفسرهم بالحكيم بالعربي. On ne gagne pas à tout le monde, mais connaître les règles, on augmente les probabilités. Vous avez tout pour être efficace et stratégique. Les atouts pour vous, ونقول لهم بون شونس واتر مومون اللي ما كانت تشغيل على ذمتهم وما كانت تشغيل جالس خصيصا على ذمتهم. بارك الله يعطيك الصحة سي ان شاء الله نجاوبوهم على الأسئلة نتاعهم إن شاء الله. وكان عندكم أي استفسار تخلوا الأسئلة نتاعكم في الصفحة وإن شاء الله. وعندنا شو اسمه دوكيمون زاد، واللي حب يدخل على الدوكيمون هذايا ولا يقراه ولا يكتب خليكم ديما كونكتي على صفحة الفيسبوك الخاصة بالوكالة. شكرا سي حسين، شكرا للفريق التقني على رأسهم خويا مهدي، كيف كيف الفريق الاتصالي في الكواليس. ولنا موعد إن شاء الله في الويبينار الجاي عن قريب. شكرا وإلى اللقاء.